الاقتصاد مع الزميل سيدي محمد جاكنه. أخبار الاقتصاد من الساحل تي في في نوكيوتا، السلام عليكم. قالت شركة توتال فرع موريتانيا العاملة في مجال الطاقة إن أولويتها الآن هي الحفاظ على شروط استدامة الأعمال والوظائف بسبب العجز المالي الذي تعانيه منذ سنوات. وأضافت الشركة في بيان صحفي أنها مستعدة لمواصلة الحوار مع ممثل العمال المضربين والتفاوض معهم، مؤكدة أنها توصلت إلى عريضة مطلبية حول الأجور. من جهتهم أكد مناديب العمال أن الشركة تتعمد خرق قوانين الشغل الموريتانية، مطالبين بمراجعة السياسة العامة لتوتال وخاصة إدارة المصادر البشرية. وتابع ممثل العمال أنهم على استعداد للتوصل إلى حل مع المؤسسة، نافين أن تكون لديها أي أزمة اقتصادية. وكان عمال توتال قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل قبل 3 أيام، مطالبين الشركة بمراجعة سياستها العمالية.